يا سيدي، اولا مرحبتين بكم البادرة. وطبعا نشكر الدكتور سيف والقائد على البادرة الطيبة هذه. تعليقنا عن الحادث، احنا طبعا متأكدين انه وقع خطأ، هذا متأكدين، ما فيش شك منه، عارفين متأكدين ان البرنامج اللي صار وقع خطأ من الليلة الاولى، من اول لحظة جيت هنا ليفرن ودرت اتصالاتي تأكدت ان في خطأ من الليلة الاولى، يعني كنت متأكد هذا. وبارك الله فيكم على هذه الزيارة. بالنسبة لموضوع الإعلام، أنا من أول لحظة لما سمعت به طبعاً أن أي جهة أو أي جهة استعملت الصور أو استعملت الإعلام لغرض مشبوه بين قوسين، إحنا طبعاً كنا ضده. بالعكس، أنا قلت أكثر من الكلام هذا، وتقريباً موجود الكلام هذا حتى في المذكرة أنا كتبته، أن أي شخص إحنا متأكد منه أنا حلاحقه قانونياً، والموضوع هذا مش هنسكت عليه. اي اللي سواء استعمل الصوره سواء استعمل موقع لغرض التضليل الراي العام والتضليل، احنا هذا ضده، واحنا مش مستعدين ان ناس معينه لاغراض مشبوهه يعني نسمحوا لهم بهذا الكلام. وأنا ضد من أول لحظة الكلام هذا، وما هي إلا تصرفات بعض الأشخاص لإثارة. وهي أنتم شفتوا حتى في الإعلام كلام كذب كله، وشفتوا العربية ولا تقريبا كلام يعني ما مش موجود، كذب وتلفيق وكذب. ويفرن، لازم تعلم أنه يفرن بالكامل، ما في حد يستطيع يزايد عليها ولا في حد. ونعرف ناس صادقين وشبابنا متحمس لليبيا الغد ومتحمس للثورة، ما فيش حد يقدر يزايد عليه كلام هذا. وهذا كل كلام شبابنا وكلام ناسنا، ان ما نسمحوش هذه بلادنا ليبيا خط احمر، ما فيش الكلام هذا. بارك الله فيك. وهذا وطننا، وما في حد يزايد علينا، ولا مستعدين نتعامل مع اي في يتعلق بليبيا، ما في حد يقدر يزايد علينا ولا يتعامل مع غريب او خارج البلد. احنا هذا كله نرفض الكلام هذا.